يواصل المواطنون التوافد على مراكز الاقتراع في جميع محافظات الجمهورية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الثاني من الانتخابات، وذلك وسط انتظام الخدمات الأمنية والطبية أمام مقرات اللجان لتسهيل عمليات الإدلاء بالأصوات، وذلك وفقا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وبدأت عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية في الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 9 مساء، وتشهد لجان الاقتراع إقبالا كبيرا من المواطنين. تابع المستشار أحمد بن دهري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية تصويت المصريين بالداخل عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية سير عملية التصويت والمعوقات التي واجهت عملية الاقتراع في اليوم الثاني. قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن الإعلام الدولي أبرز تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام عملية التصويت في أغلب لجان الاقتراع التي فتحت أبوابها أمام الناخبين في 9 صباحا مع وجود كثافة تصويتية مرتفعة خلال الساعة الأولى لفتح مراكز الاقتراع. كما أبرزت أن التصويت في الانتخابات يظهر أن مصر على طريق جاد نحو تعددية سياسية حقيقية. عقدت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي اجتماعا لمتابعة ما تم في العملية الانتخابية ومشاركة المرأة في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، مشيدة بتصدر المرأة المصرية للمشهد في الانتخابات الرئاسية 2024، ومؤكدة أن إدلاء المرأة بصوتها في الانتخابات يعد حقا وواجبا وطنيا. ودعت رئيسة المجلس المرأة المصرية لاستكمال المشاركة بكثافة وإيجابية وتصدر المشهد في ثاني وثالث أيام التصويت من أجل مستقبل مصر. أشاد ائتلاف النزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالتواجد الأمني الجيد في محيط مقر الاقتراع لتأمين العملية الانتخابية، والذي نتج عنه حالة من الاستقرار، مؤكدا عدم رصد أي مشاحنات أو تجاوزات رغم كثافة المشاركة. كما لم يواجه الائتلاف أي تجاوزات خلال التعامل مع مسؤول اللجان الانتخابية، وأشار الائتلاف إلى أنه رصد مشاركة ملحوظة للنساء مع اصطحاب بعض الناخبين لأبنائهم خلال المشاركة في التصويت. شهدت اللجان الانتخابية بأحياء السيدة زينب والدرب الأحمر والمنيرة وعبدين لليوم الثاني بالانتخابات الرئاسية 2024 إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري. وفتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا لاستقبال الناخبين الذين حرصوا على التواجد قبل موعد بدء التصويت.